بسم الله الرحمن الرحيم. زينب أبو بكر عثمان إبراهيم من طراوة، من كسلة، مجتمع طراوة. أنا دكتور عبد الرحمن الطيب، مدير عنبر العزل، ولاية المياه الأزرق. أنا عبد الهادي محمد، متطوع من السودان، ولاية شمال كردفان الرضيط. الرضيع بابكر محمد عثمان، مدير مدرسة غابلات كوستي. محمد رمضان فضل المولى، محمد رمضان فضل المولى، رئيس شبكة حماية الأطفال مجتمع شهيد أفندي، محلية باو. الاسم هبة حسن هبني، جمعية لسان نوبة للتعليم والتنمية. مرحبا، أنا عثمان حسين، منسق في شبكة تثقيف الشباب الأقران ولاية كسلة. علي حمزة محمد، شبكة تثقيف الشباب الأقران واي بير النيل الأبيض. سيستر جوهر الخضر دفع الله، بمستشفى اليمامة التخصصي.